الكل اعطينا واحد فيه الضوء في وجهه اليوم. اقدام لم تتكلم، كانت كلها اوام في اوام. وهذه الكره ما نحبش نعلق، شوفوا وحدكم، يعني يزول ويزول والكره ترتدم بالقائم. اوه عجيبه وغريبه، نو كومنت اذا كان الكلام من فضه، فالسكوت من ذهب. وجعتونا برشا، وجعتونا وجعتونا وجعتونا. مش هكا مش هكا، نقبل الخسارة وتكون الأمور عادية، لكن تذلونا بهذه الطريقة بين ظفرين، قلوبنا تعبت والله. بلغة الكرة خليني نقول فيها، يعني لما تحكي على 4-1 بهذه الطريقة، يعني بن شريفية وسيم بن يوسف في تزي وزو أو في باجا، هو الكاميرون والكرة لجماكون في البرازيل. والله والله تعبتونا. نتخيل في سيناريو القهاوي والبيوت والشارع والسيارات تزداد الألم.